الصورة النهائية لدي اس بي ودار علم. دي اس بي احنا لما نكون يعني لما نقدم الاستشارة بدون فرض، هذا واحد. اثنين، بدون تفاصيل. يعني احنا نقول سيارة 4 كفرات بس، والله انت تبنيها فرنسي، تبنيها ياباني، تبنيها الماني، مشكلتك انت تبنيها سبت. الكوادر من داخل البيئة يفضل، تمام. حتى لما يعني نقول والله في فرصة معينة، نقول الفرصة بتجرد، ما نحدد معايير أو ألوان أو تصاميم أو أي تفاصيل، تمام. بتركها للكوادر الموجودة، تمام. قدر الإمكان ما نلعب الدور التنظيري والدور الوصاية، ما نكون معنا كلام نهائي. نحن فقط يهمنا المعالم الأساسية، الأهداف الأساسية وبس، تمام. الباقي كله متروك للاجتهادات.